الشغل مع ميكي؟ والله يعني الكبير قوي وفي لا لاند الحاجات دي انا شغال مع الاستاذ احمد جندي، وساعتها في الكبير استاذ طبعا مكي، وفي لا لاند استاذ دوني سمير غانم. الناس دي بتدي براح وارتياحيه في الشغل غير طبيعي، فانت مرتاح في الشغل معاهم. خش يقول لك خد مساحتك. ده كده كده من غير ما يقولوها بطريقه مباشره، وبيساعدوك بيدوك افيهات معينه بيخلوك يعني لا اللي بيبرز شخصيتك بطريقتك وكده. فلا انا من اكتر الناس اللي انا في الشغل مرتاح معاهم. انت حابب انك انت تكمل في خط التمثيل في الكوميديا ولا عاوز تقدم اكتر من لون؟ مش هقول لك ان انا يعني اكيد مش عايز اجرب حاجات تانية، بس طبعا كصيني وجواه روح الكونغ فو والحاجات دي، بحاول برضو يعني اجرب مثلا حاجات اكشن شويه. انت بتلعب مارشال ارتس؟ لا مش زي ما انت متخيل، بطير مش زي الافلام يعني. بس طبعا يعني احنا كصينيين كاطفال صينيين واحنا في ابتدائي واحنا صغيرين بيبقى في حاجه زي كونغ فو كده اللياقه البدنيه. اوكي. فلا يعني وانا كولد برضو احنا كلنا كولاد بنحب اللي هو طبيعي يعني كل الصبيان اللي في الدنيا بالزبط. لازم يلعبوا العاب قتاليه حتى لو ما بيعرفش، هنقعد نخترع حاجات تحت مظله الدفاع عن النفس. بس هو ايه يعني شبحنا.